من خلال اللوحات المحيطة هون إنه نأخذ الثيم أو الطابع الأسطوري، الطابع اللي فيه ألوهية، ونحاول إنه نعكس علاقة الأطفال بوالديهم من خلال لوحات بيعبروا فيها عن أفكار معينة. رسمتي اسمها عائلة الأفجية، هي بتحكي عن عائلة مكونة من بوزل وفيها قطعتين ناقصات، وعشان هدول القطعتين ناقصات فيش فيها، يعني هي مش كاملة الأفجية، فعشان هيك يعني هي البوزل كأنها عائلة.